خلال الفترة السابقة الحقيقة وخلال 7 أو 8 شهور ما كنتش بظهر على قناة النادي الأهلي، وكلام كتير جدا 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 اتقال خلال هذه الفترة، ولكن في النهاية أنا متواجد مع حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بعد هذا التطوير الرائع الحقيقة. زي ما حضراتكم شايفين وزي ما كنتوا بتتفرجوا خلال الفترة السابقة، حاجات جميلة جدا بتحصل، استوديوهات رائعة، زملاء على أعلى مستوى، الكل الحقيقة هنا في داخل قناة النادي الأهلي بيشتغل بروح الفانيلا الحمراء وبروح عائلة النادي الأهلي، وهو ده الأساس اللي دايما بنشتغل عليه. من الأوقات اللي أنا كنت ببقى فرحان بيها جدا جدا وفخور إن أنا بنتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق، وقت افتتاح قناة النادي الأهلي وفرحة جمهور النادي الأهلي، واللي حصل خلال هذه الفترة من تطور واضح جدا لهذه القناة بعد ما كانت الأمور يعني صعبة جدا خلال الفترة السابقة، ولكن الآن زي ما حضراتكم شايفين كل الأهلوية فخورين، كل الأهلوية مبسوطين، كل الأهلوية فرحانين. أنا سعيد جدا جدا بالتواجد مع حضراتكم، وإن شاء الله خلال هذا الشهر بناء على كلامي طبعا مع إدارة قناة النادي الأهلي هكون متواجد مع حضراتكم في برنامج هقول لكم كل تفاصيله وهقول لكم كل حكاياته وكل رواياته، لأن عندي فيه تفاصيل كتيرة جدا 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 هقولها لكم خلال البرنامج النهاردة.